5. طيب هاجي ازود من الجنب كده اشوف اللي انا عملته ده كان صح ولا غلط، فهلاقي ان الاتنين عشان تروح للخمسة هزود 3، فانا عندي الجنب برضو صح. طيب هاجي ابص لدي مثلا هلاقي ان انا من العشرة هزود 3 هتبقى 13. طيب من الجنب هلاقي ان الاتناشر هزود عليها 1 برضو اديتني 13. تمام. طيب هبص لدي هلاقي ان انا من السبعة عشان اجي هنا هزود 2 هتبقى 9. هتبقى 9. طيب لو جيت هنا لو مشيت كده بالعكس مثلا هلاقي ان انا بطرح 3، يعني كأني زودت على 9 3 اديتني 12. تمام. طيب هاجي لدي هلاقي ان انا من 8 المفروض هنقص منها 1 هتبقى 7، او من الخمسة او من الستة المفروض ان انا برضو هزود 1 هتبقى برضو 7. تمام. من الخمسة اللي انا كنت طلعتها المفروض هزود 2 من الناحيتين برضو ادتني 7، فهتبقى الاجابة معايا دي. تمام. ده ازاي تستخدموا كل الداتا؟ طالما استخدمتوا كل الداتا 100% اجابتكم صح. تمام. يا رب تكون صادقة. بس هي برضو لو كنتوا استخدمتوا ناحية واحدة سواء افقي بس او رأسي بس كانت هتطلع معاكم، بس يعني خلينا ادق. طيب سؤال زي ده سؤال زي ده what number should replace the question mark اللي هو تحت هنا. طيب كملاحظات عامة احنا ممكن نفكر كشكل رأسي، هلاقي ان هنا ماشي الارقام كبيرة، فانا ممكن اقول ان الارقام دي مشيت كده عشان تديني ده، بس الارقام دي هتمشي ازاي عشان تديني 1، والارقام دي هتمشي ازاي عشان تديني 7 مع ان 7 متكررة اصلا معايا، وهكذا هنا، فمش هلاقي ان انا وصلت لحاجة. طيب لو مشيت كده لو مشيت كده هلاقي ان الرقم ده كبير عن الثلاث ارقام دول. طيب هحاول اجمعهم، جمعتهم طلعولي 15 اقل بكتير من ده. طيب هضربهم، ضربتهم طلعولي 80 اللي هو اكتر بكتير من ده. طيب هضرب شوية والباقي يعني هضرب 2 مثلا واشوف التاني، مثلا ضربت 5 في 8 اداني 40. طيب الاتنين نقصت 3 اداني 38. طيب انا طلعت حاجة اهي، طلعت لي حاجة صح، فهكمل بيها اشوف الدنيا فعلا صح زي ما انا فكرت ولا لا. طيب هضرب 9 في 7 ادتني 63 ناقص 4 ادتني 59. ماشي. طيب هضرب 7 في 6 ادتني 42 ناقص 3 ادتني 39. خلاص كده يبقى انا الرول اللي انا حطيتها مشيت على الثلاثة صح، يبقى خلاص كده هي دي الرول اللي هكمل بيها تحت اللي هو 7 في 5 35 ناقص 1 هيديني 34. طيب سؤال زي ده انا كنت عاملة 5 مجاميع في السيشنز، كل مجموعة حوالي 25 حد، 2 بس اللي حلوهم من ال5 مجاميع، واتنين حلوهم بعد ما اديت لهم الهنت، يعني مش قبل حتى ما ياخدوا الهنت. لو حد عايز يفكر فيها من غير هنت تمام، لو عايزين الهنت فهقولها دلوقتي. انا كنت قايله اول هنت هي تافهه خالص، ان ده انا جايباه اصلا في الكاتيجوري بتاع السيريزز، يعني خلاص هي دي ده تسلسل ماشي. وده تسلسل في صفر، فده تسلسل في صفر يبقى انا خلاص كده عندي يا اما جمعت يا اما طرحت، مفيش سالب معايا في الارقام الموجودة يبقى انا جمعت. ده الهنت اللي انا كنت مديها لهم. عايزين توقفوا هنا وقفوا، هكمل عليها هنت كمان، طالما جمعت يبقى بمشي، يعني مش هينفع ارجع اطرح، يعني باخد الارقام من الاقل للاكبر، يعني هاخد الواحد بعد كده الثلاثة بعد كده الستة بعد كده العشرة بعد كده الواحد والعشرين. فهي انا كده حلتها، يمكن يعني هنت ان انا باخد الارقام من الاقل للاكبر دي ما كنتش قلتها في السيشنز، بس اديني بقولها هنا. يعني طيب انا خدت الواحد، عملت ايه عشان اخد الواحد؟ سبت مثلثين، يعني انا سبت مثلث والتاني وخدت التالت اللي فيه الواحد. طيب لو هاخد التلاتة هلاقي ان انا برضو سبت مثلث والتاني وخدت التالت. طيب عملت ايه عشان اخد الستة؟ برضو سبت مثلث والتاني وخدت التالت. ففي كل مرة عملت ايه؟ يعني انا من الصفر للواحد زودت 1. طيب من الواحد للتلاتة زودت 2. طيب من التلاتة للستة زودت 3. من الستة برضو هسيب مثلثين وهروح للعشرة هلاقي ان انا زودت 4.
خلاص كده متهيالي بقت تافهة جدا لأي حد كان وقف الفيديو وفكر فيه كتير. من 10 برضو هسيب مثلثين عشان اروح للكويشن مارك وهزود 5، يعني هتبقى 15. عايزة اتأكد مع ان خلاص اكيد هسيب مثلثين واروح لاخر خانة معايا اللي هي 21، هلاقي ان انا زودت 6 على 15. متهيألي هي لذيذة بس يمكن في اولها صعبة، بس هي من المسائل اللي حبيتها في الاخر يعني. طيب حاجة زي كده، هو سيكونس او سيريز الاتنين ليهم نفس المعنى يعني. ولك which option below، اي option من الاوبشنز اللي موجودة تحت. continues above sequence، continues above sequence يعني انا خلاص عرفت ان الاشكال اللي فوق دي ماشيالي ماشية في sequence ورا بعض، هو عايز السيكونس اللي بعده. فدي يمكن من الحاجات التافهة جدا. طيب انا عندي هنا ده مشي خطوة واحدة، يعني كان هنا مشي خطوة واحدة. طيب ده كان هنا، هلاقيه مشي خطوتين عشان يجي هنا، 2. طيب ده كان هنا، هلاقيه مشي 3 عشان يجي هنا. طيب طبيعي اللي هيجي بعده انا مشيت مرة 2 3 فهمشي 4، ادي 1 2 3 4 فهيجي هنا. هبص على الاوبشنز اللي عندي هلاقيهم بي، هلاقيها بي هي الاجابة الصح. طيب سؤال زي ده انا مش معتبراه قوي تسلسل، هو تبع فايند اكتر، بس مش مشكله ان هو جه هنا، بس هو مش تسلسل يعني. هي يمكن consecutive هي اللي جاي منها تسلسل ان هما ورا بعض. هو بيقول لي find 5 consecutive numbers below that total 22، عايز 5 ارقام ورا بعض مجموعهم 25. هو انا جايبه ده بس عشان الطريقه بتاعته، مش عشان ان احنا نفكر فيها، ما فيهوش تفكير يعني. الطريقة بتاعته بس ان انا هاخد اول 5 ارقام كده هجمعهم، اداني 22 كان بها، ما ادانيش هحذف اول رقم ده هاخد اللي بعده، ما ادانيش 22 هروح حذفه ده وهاخد اللي بعده، وهكذا لحد ما الاقي الخمس ارقام اللي ورا بعض اللي هيدوني 22. كخيارات كام سي كيو مالتي تشويس كويستشنز هلاقي هلاقي الدنيا كده يعني. فممكن ما بصش للي فوق ده خالص لو الدنيا هتزغلل عنيا يعني، واجمع الارقام اللي تحت دي اجمعهم مع بعض اللي يديني فيهم 22، هتأكد بس اذا كان موجود في تسلسل في الارقام دي ولا لا، وخلاص كده. طيب سؤال زي ده هو من برضو اتقل الاسئله، بيقول which two letters should replace the question marks، هنا وهنا. طيب حاجه بالمنظر ده مش مديني word، مش مديني كلمه يعني، اوفن وزاكسجك مش مدياني كلمة يعني، وده انجلش ما حدش فكر في لغة تانية، ده انجلش. فاحنا كنا متفقين في الليترز ان انا ما قدامنيش غير طريقتين بس، يا اما المعنى بتاع الكلمة والمعنى خلاص وقع معايا، يا اما اي بي سي. طيب انا على مكتب اي بي سي معايا تقريبا دقيقتين او دقيقة، انتوا ممكن توقفوا الفيديو تقدموا الفيديو. دي اي اف جي اتش اي جي كي او بي كيو اس تي يو في دبليو اكس واي زد. طيب يا ريت يا رب الناس ما تكونش ملت يعني. طيب هبتدي اوقع الحروف اللي هو مديهالي دي على الالفابيتكس، انا هغير بس اللون عشان الدنيا هيبقى فيها الوان كتير، فمش عايزه الناس تتوه مني في لون واحد. طيب انا هاخد الاي معاها الدبليو معاها الاف معاها الان. لو ابتديت افكر من هنا بس فهلاقي مثلا ان هو خد ال A وبعد كده ساب 1 2 3 4، خد ال F بعد كده ساب 1 2 3 4 5 6 7 وبعد كده خد ال N، بعد كده ساب عدد كبير كده، بعد كده خد ال W فما طلعش معايا تسلسل. طيب هجيب الارقام التانية اللي مديهالي يمكن يطلع معايا حاجة جديدة. هبتدي من ال Z، ادي ال Z وبعد كده ال C بعد كده الاس بعد كده الجي
هيكل question mark. طيب ابتدي ابص على الدنيا من اول هنا، هلاقي ان انا عندي ادي ال A ساب ال B وخد ال C، ساب واحد. طيب هنا ساب اتنين، ساب ال D وال E وخد ال F. طيب هنا ساب تلاتة، ساب ال J وال H وال I وخد ال J، ساب تلاتة. طيب بتوقعي كده انا طلع معايا التسلسل اهو، انه ساب واحد بعد كده ساب اتنين بعد كده ساب تلاتة، هو بعد كده يسيب اربعة. طيب لقيته ساب تلاتة وخد ال N. طيب ساب تلاتة وخد ال N، الدنيا وقعت معايا شوية. طيب هشوف التلاتة اللي انا طلعتهم دول، طالما طلعت تلاتة لازم توقعهم على على الحاجة اللي هو مديهالك. فانا هلاقي ان هنا اهي ال A، عشان اسيب البي واخد السي مشيت كده للسي، بعد كده سبت حرفين، بعد كده رحت للاف هنا، وبعد كده سبت الاف ورحت للجي هنا كده. طبيعي طالما مشيت كده 3 مرات فانا همشي ازاي؟ همشي كده الكويستشن مارك اللي هو عايزها دي. طيب كويستشن مارك يعني انا خلاص سبت 1 2 3، هسيب 4 عشان اوصل للكويستشن مارك. فهسيب ادي 1 2 3 4، هيطلع معايا ال O. مكان الكويستشن مارك دي هيكون O. طيب انا هغير اللون بس، طيب هبص للتسلسل التاني. الزد ساب ادي 1 2 ساب 2 عشان يودينا للدبليو. طيب الدبليو بعد كده ساب 1 2 3 عشان ياخد الاس. طيب بعد كده ساب 1 2 3 4 وبعد كده خد الان. طيب هاجي ابص هنا هلاقي ان الزد راحت للدبليو كده سابت 2 كده، الدبليو سابت 3 راحت للاس، وبعد كده الاس سابت 4 راحت للان. الان المفروض تسيب 5 عشان تروح للكويشن مارك، فهنسيب دول 4، فهنسيب ادي 1 2 3 4 5 وهناخد ال H انها تكون هنا. هي دي من ارخم الاسئله في الالفابيتكس، يا ريت الناس ما تكونش اتضايقت منها، بس هي فعلا فعلا يعني انا لما فكرت بالطريقه دي وعملتها بايدي ما خدتش 45 ثانيه، ف 45 ثانية وكمان كنت في الأول، فما حدش يفتكر انه لما يكتب كده في الامتحان الدنيا هتاخد معاه وقت، لا الدنيا ما بتاخدش وقت خالص. المهم تكون فكرت صح عشان اجابتك تكون صح، وتبقى هادي وانت بتتعامل مع الأسئلة دي انها فعلا ما بتاخدش وقت، وفعلا هتلاقيها خدت اقل من دقيقة، الماكسيمم بتاعها بيكون دقيقة، بس تكون ضمنت اجابتك صح لانها ما فيهاش تفكير، انت مجرد بترص الحاجات بس وبتشوف اماكنها وبتختار الاجابة على طول، ما فيهاش تفكير، هي مجرد رص، فما حدش يفكر انها هتاخد منه وقت على الورق. ممكن تمرنوا ايديكوا بس في اي بي سي وكده، ده لو جت اصلا يعني غالبا الاسئله اللي بتيجي بتبقى اسهل من كده بكتير. طيب حاجه زي كده، حاجه زي كده، لاحظ هو عايز what which symbol should replace the question mark اللي هو هنا ده. طيب الاحظ ان هو مديني ادي 1 2 3، يعني هو المفروض ان هو مشي كده. طيب ودي ال x وال y وال z، يعني هو بيقول لي انا مشيت كده. طيب هشوف هو مشي كده بناء على ايه ومشي كده بناء على ايه. طيب لاحظت ان هو مشي هنا، شكل الكوب ده موجود مرة واحدة مش موجود هنا، فتكرر معايا هنا. فاول رول هطلعها مثلا ان لو في شكل موجود مرة واحدة فهيبقى موجود في التالت، في رقم 3. تمام. طيب هلاقي الدايرة هنا اهي موجودة مرة، موجودة مرة تانية هنا مش موجودة، فتاني رول هطلعها ان لو حاجة متكررة مرتين هتيجي في التالت، هتيجي في التالت وهتختفي، هتختفي. تمام. طيب هشوف دي هنا مفيش حاجة هنا موجودة مرة واحدة فتكررت معايا تاني، الرول اللي انا حطيتها في الاول صح. طب همشي رأسي كده اجرب، هنا الكاب مش موجود مرة واحدة، هنا مش موجود، فهلاقيه هنا متكرر تاني، فقرر اللي انا حطيتها في الاول اللي صح. الدايرة اهي موجودة مرتين.